واش تبغي تهلا فراسك وتشري ما بغيتي دابا ولا تقاد الميزانيه ديالك؟ مع لا كارت كواترو ديال القرض الفلاحي للمغرب شري ما بغيتي دابا وخلص على 4 المرات وانت هاني. لا كارت كواترو ديال القرض الفلاحي للمغرب كتسهل تدبير حياتك اليوميه وكتمكنك من الاستفاده من تسديد مقسم على 4 شهور لكل مشترياتك، الخلاص في الانترنت في كاع المواقع المغربيه، الخلاص بدون تماس وزيد وزيد. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع الإلكتروني www.creditagricole.ma. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. موعد الفلاح، موعد يومي مع النصيحة والمعلومة الفلاحية. موعد الفلاح، موعد الفلاح قرابيها كنسهلوا عمل الفلاح وكنمدوه بالمعلومة التقنية اللي هو بحاجة ليها. موعد الفلاح كل يوم من 2 حتى للجمعة مع 7 للروب ديال الصباح على إذاعتكم إذاعة مدينة FM. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. ودابا مع خوتنا الفلاحة نقدموا لكم موعد الفلاح. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. خوتي خواتاتي الفلاحة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم موعد الفلاح. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على أهم الترتيبات والاحتياطات الواجب اتباعها أثناء زراعة شجرة العنب، خاصة المسألة ديال الكروم اللي غنتكلموا على التسميد والبداية ديال هذه العملية. فحالة التربة ديال الضيعة ديالنا هي أول الأشياء اللي كيتم أنه ناخدها بعين الاعتبار من خلال اختبار ديال التربة أو التحاليل ديال التربة، وهي أول الأمور اللي كتأكد لنا الطريقة اللي غنديروا بها التسميد ديالنا. وما كاينش جوج ديال الحقول متشابهة، فأي حقل خصو تحاليل ديالو ونقدمو ليه النصح على حسب النوعية ديال التربة ديالو وشنو المواد الغذائية لانجري اللي عنده في التربة ديالو. وخصنا نراعيو البيانات والنتائج ديال اختبارات التربة وتحاليلها وغيرها. فأكثر الطرق ديال تسميد شيوعا هي تسميد من سطح التربة أو تسميد الورقي وتسميد بالحقل أو حقل الأسمدة القابلة للذوبان في الماء داخل نظام الري. في الوقت الحاضر كتستخدم الزراعة الدقيقة ديال تكنولوجيا عالية في هذا المجال، مما يوفر للمنتجين قياسات دقيقة لاحتياجات أي فرع معين من شجر العنب. كقاعدة عامة خلال بداية فترة النمو كتحتاج النباتات المزيد من عنصر النيتروجين لنمو سطح الورقة وعملية البناء الضوئي، وخلال هذه المرحلة كتنمو الثمار وكتحتاج إلى المزيد من عنصر البوتاسيوم. والإنتاج تمرة عنب جيدة الفوسفور مطلوب دائما لأنه كيلعب دور حيوي في نقل المواد الغذائية. علاوة على ذلك فخلال السنوات الأولى أو بعد الزراعة كيساعد الفوسفور النباتات على تطوير نظام جذري صحي، لكن لا يمكن للنباتات الصغيرة أن يتم زرعها في تربة حمضية تتستبد بفعالية من الفوسفور. وبالتالي فبزاف ديال الفلاحة كيطبقوا عدة أنظمة ديال السماد قبل الزراعة. أما الكالسيوم فهو مهم في نضج وتلوين الثمرة، هو مهم جدا لإنتاج ثمرة عنب متجانزة. خوتي خواتاتي الفلاحة، حلقتنا اليوم من برنامج موعد الفلاح سالات، خليتكم على خير. خوتنا الفلاحة كنتم مع موعد الفلاح. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. واش تبغي تهلا فراسك وتشري ما بغيتي دابا ولا تقاد الميزانيه ديالك؟ مع لا كارت كواترو ديال القرض الفلاحي للمغرب شري ما بغيتي دابا وخلص على 4 المرات وانت هاني. لا كارت كواترو ديال القرض الفلاحي للمغرب كتسهل تدبير حياتك اليوميه وكتمكنك من الاستفاده من تسديد مقسم على 4 شهور لكل مشترياتك، الخلاص في الانترنت في كاع المواقع المغربيه، الخلاص بدون تماس وزيد وزيد. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع الإلكتروني www.creditagricole.ma. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم.